السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، اموركم هانيه صحيحه لاباس؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها 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 مزيانه ان شاء الله. بصراحه اول حاجه بغيت قبل ما نبدا لكم هذا الفيديو هذا غنبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي زوينه زوينه بزاف، وكنقول لكم ديما تنجيب لكم حاجه اللي تنكون تنعرفها مزيان، الحاجه اللي تنكون تنعرفها مزيان. اليوم غنبارطاجي معكم بعض الحوايج اللي هما غادي يفيدوكم ويفيدوا وليداتكم، لانه راكم عارفين اون جينيرال فين ما كنتي وليداتك خصك تحتاطي انك تعرفي كيفاش يعني تربيهم تربيه زوينه، تربيه اسلاميه، ما ينساوش باش يعرفوا الدين ديالهم. سواء كنتي في وسط بلادك فين عايشه في بلاد يعني مسلمه، سواء كنتي في بلاد اوروبيه المسلم ما تيقراوش لهم في المدرسه القران داكشي، فانت كيكون الواجب ديالك انه تبقى عليك انت اللومه، تبقى عليك التقليد. فاليوم البنات جبت لكم واحد الكورس اللي زوين 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 بزاف، كورس اللي هاد المره خويا، انا عندي خويا ماشي احمد، عندي خويا واحد اخر سميتو عيسى، كيقري الوليدات، هو كيقري في المدرسه يعني خصوصيه، كيقري الدراري في نفس الوقت، ديجا عنده خبره كبيره مع الدراري الصغار، البيداغوجيه ديال كيفاش يوصل للدراري الصغار المعلومه، كيفاش كيتعامل الدراري الصغار كيولي حماق عليها. باش نعطيكم هذه قبل ما نبدا، فاش كنا شحال هذه شحال هذه، الناس اللي كيتفرجوا في القناه راهم عارفيني هاد الهضره كاينه صحيحه. فاش كنا ساكنين في دارنا الاولى، فاش قلت لكم دارنا الاولى اللي كنا ساكنين فيها ديالنا، كان خويا داير حصه فابور يعني شحال هذه كنديرها فابور الوليدات، كيعلمهم القران، كيعلمهم السيره النبويه يعني السيره النبويه، كيعلمهم كيفاش يصليو وكيفاش يتوضاو. عرفتي الدراري في داك الوقت شحال كانت عنده من عام؟ وقيلا كانت عنده شي 26 عام. الولاد باقيين غير صغارين، الولاد باقيين غير صغارين غير صغارين، اللي عنده 4 سنين، اللي عنده 5 سنين، اللي طالع داكشي الى 12 سنه تقريبا كان كيجي الدراري للدار. يعني ماما الله يرحمها الله يوسع عليها في النهار هذا، يعني هي مسكينه عندها اجر، عرفتي الصاله ديالها تتخليها كل سبت خاصه للدراري تيجيو للدار وكيعلمهم، كيعلم الدراري قلت لكم القران وشحال من حاجه، وكيعطيهم جوائز وكيعطيهم هدايا باش كيحفزهم. فمن بعد ما تشاورت انا وياه وهضرت معاه، راكم عارفين الانسان ضروري تيكون خدام خدمه ديالو تيبغي يعاون راسو بواحد الدخل واحد اخر ماشي عيب، المهم الانسان تيخدم حلالا طيبا وكيخدم بعرا كتافو. فاقترح علي انه يدير هاد القضيه، قلت ليه علاش مضيعه تخدم اونلاين وخدم في نفس الوقت هكا. فعلا راه حل انستغرام، الا تبغيو تدعموه دخلوا ديروا ليه هجوم، هذا راه خويا حتى هو راه عزيز بحال احمد، غير احمد كيبان وهذا ماشي باش، راه حتى هو خويا حتى هو عزيز. دخلوا عنده الانستغرام راه غيحط لكم دروس توعويه ديال السيره النبويه وداكشي، المهم ما يخص القران وداكشي كامل ديال الدين اون جينيرال. اليوم غنبارطاجي معكم شنو غيبدا يدير معكم الناس اللي هما عايشين في اوروبا، فين ما كنتو جميع انحاء العالم، فين ما كنتو فين ما كنتو كنقول لكم غيمكن لكم تستافدوا من واحد لوبسيون، راه قاد بروغرام مزيان على حق وطريقه، هو تبارك الله راه حافظ 60 حزب، واش نقول لكم هذه حافظ 60 حزب من اشل زاد يعني من الاول ديال اشل الاخر ديالو، كان ديجا واحد الوقيته مشى لواحد المدينه اخرى باش قدر يحفظ القران، تفرغ غير القران، خدا القران الحفظ ديالو فاش كانت عنده تقريبا شي كنظن 20 عام 19 عام شي حاجه بحال هكايا. فتبارك الله يعني حافظ 60 حزب وعنده ما يقول في الدين، يعني تبارك الله عليه راسو عامر. فالناس اللي باغين وليداتهم يستافدوا ويقراو، وراه تبارك الله قلت لكم راه قاري على هذا الشيء اللي غيبدا يبارطاجي مع وليداتكم، الناس اللي عندهم وليداتهم ابتداء من 4 سنين وانتم طالعين الفوق حتى 14 سنه تقريبا، الناس اللي هما باغيين يدخلوا وليداتهم يتعلموا القران، يتعلموا السيره النبويه، يتعلموا الصلاه، يتعلموا غيعلمهم كل شيء، ولكن داكشي كيجي تدريجي لانه يعني عنده بروغرام غادي عليه كما قلت لكم، هو راه تيقري في مدرسه خاصه وفي نفس الوقت هادشي اونلاين دايرو، غادي يحدد معكم وقيته، يعني عنده وقيته خاصه بالمدرسه وقيته خاصه باونلاين. فالناس اللي باغيين يدخلوا وليداتهم، كنتي في اوروبا مرحبا بك، غادي يقراو وليداتك اونلاين، غادي يحدد معاهم الوقت، وكل اوفر عندها كل وقيته، يعني داك الجزء اللي غيديروا مع ولدك في اسبوع على حساب لومبلوا دي طون، غي هو راه غياخذ لكم كونوا هاني لومبلوا دي طون اللي غيناسب لكم وليداتكم، يهضر معاهم بالعربيه، غادي يشرح لهم كلشي بالعربيه، لانه باش تدخل لهم العربيه الراس، الناس اللي عندهم وليداتهم باغيين يعلموهم بالعربيه القران، مخارج الحروف،
باغيين يعلموهم داك الصلاه، يعلموهم شنو هو الدين اون جينيرال. فغتلتحقوا بخويا في الانستغرام، اول تعليق انستغرام ورقم الهاتف ديالو كلشي غتلقاوه في اول تعليق. وفاش تدخلوا عنده ان شاء الله غادي يعطيكم الاسمنه وداكشي كامل، بشحال غيحسب لكم الباك ديال كل حاجه. هذا بالنسبه للنقطه. الناس اللي هما عايشين في المغرب، كاينين الناس اللي كتلقيهم خدامين، كتلقيهم مثلا ما عندهمش الوقت فين غيديو ولدهم لواحد البلاصه، ولا هما ما عندهمش الوقت فين غادي يتفرغوا لولدهم 100% باش يعلموه مثلا القران، يعلموهم الحفظ ديال القران، كيفاش يصليو. يعني كاين اللي ما عندوش الخاطر، كاين اللي ما يعرفش يتواصل مع ولده مزيان. فجبت لكم حتى هذه الاوفر هذه الناس اللي عايشين وسط المغرب، عندكم وسط المغرب حتى هما يمكن لهم يلتحقوا اونلاين. الناس اللي هما باغين من كازا والنواحي ديالها، كازا طماريس دار بوعزه هاد النواحي هادو، الناس اللي باغين يدخلوا وليداتهم اونلاين مرحبا. الناس اللي باغين يقراو على القرب، يعني يكون هو يجي ديبلاصا عندكم، هذه حتى هي عندها الباك خاص الثمن ديالها. الا بغيتوا تدخلوا عنده هادشي غيشرحوا لكم كامل، عقلوا مزيان. الناس ديال كازا والنواحي كما قلت لكم طماريس كازا كامله، النواحي ديال كازا طماريس دار بوعزه وداكشي، هادو يقدر يديبلاصا عندكم للدار الا بغيتو يقرا لكم وليدكم على المباشر، يعني مباشره. الا ما بغيتوش هكا، بغيتو اونلاين مرحبا بكم. الا ما بغيتوش اونلاين راه قلت لكم شنو كاين، والناس ديال اوروبا كاين عندكم فقط لوبسيون ديال اونلاين، ولكن راه تبارك الله راه ارين غنخلي لكم بعض اللقطات هنا باش تشوفوا ارين راه بدا معاه. انعمت لعبت عليه الله غيري علي ولا الضالين ولا الضالين. Alifood. Alifood. Babood. Babood. Taun. Taun. لأنه صراحة ما كدبش عليكم، الميزة اللي لقيتها مع خويا أول حاجة، خويا عنده ذاك داك الحس ديال انه كيبغي الدراري بزاف، وابار على الجانب المادي كيدير داكشي عن حب لانه كيبغي الاجر. وفي نفس الوقت ارين عرفتي كياخذ راحته معاه، لانه ارين حشومي ما كيقدرش يزعم على اي واحد، عرفتي كياخذ راحته معاه 100%. وكان حسيت ارين انه تعلم، يعني طلق ليه لسان كيبدا كيعاود معاه الحروف. والاجمل من هادشي كامل هو انه الراسو، يعني كيحدد لوليداتكم الا قراو ما غاديش يكون معاكم ناس جروب وداكشي، غيكونوا راسهم. بحال عندك بنتك غتكون راسها، ولاد وبنات عندك، ولدك تيكون معاه راسو، يعني تيقريه بوحدو تيتفرغ ليه. هذا هو اللي كاين، مش عطاه بروغرام وعادش عندهم داك الهوم وورك تيعطاهم شنو يخرجوا في الدار وداكشي كامل. المهم حبيباتي هم ان شاء الله على وديت سكن اقتصادي، لانه بزاف منكم عرفتي تواصلوا معايا في الخاص قالوا لي اسيا ما كناش عارفين حنا الناس اللي في اوروبا عندنا الحق اننا نستافدو. كاين اللي قالت لي اسيا كيفاش درتي ليها، اسيا واش الوكاله كافيه ان الواحد يتكلف لك. هادشي كله ان شاء الله غنجاوبكم في هذا الفيديو. اول حاجه البنات اللي غنهضر لكم عليها قبل ما ندخل في الموضوع، غنعاود ننصحكم عاوتاني، البنات اللي تيفزقوا فلوسكم اللي يعكم دابا غير وقت ليا، البنات اللي كيخسروا فلوسهم، انا ما نقولش لكم انا ما تنشريش ماكياج كنا مبليين به، الحوايج كنا مبليين بهم، داكشي ديال الشعار لي روتين داكشي كنا مبليين به. الواحد ماشي ما يشريش يشري، ولكن بالقاعده كنشري الحاجه المهمه اللي غنستافد منها، ولقيت هاد الحاجه اللي نجح معايا، الحاجه اللي انا باغاها كنشريها، الحاجه اللي انا ما عندي بها غرض. البنات ما تبقاوش تخسروا فلوسكم في الحاجه اللي تافهه، نشري الحاجه اللي خاصاني، شامبوان الشعر ماسكات داكشي ديال الشعر، نشري الحاجه اللي انا غتوافقني، ما بقاش غندور ومبدا نشري نشري نشري. ولا كتلقاي عندها الحوايج وتبقى تشري 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 بلا قاعده، عندك الفلوس الله يزيدك تشري، ولكن الحياه ديما فيها طموحات، نشري ندير حاجات اللي غادي ينفعوني في مستقبلي. انا تنصحكم قسما بالله من قلبي، كما انا غنبغي لراسي ولولادي ونبغي لشي حد قريبيه، راه تنبغي لكم واش نعطيكم النصائح. اول حاجه البنات كديروها بعدا السكن الاقتصادي، عاد غنجيكم داك من حقكم ومن حقكم جنجيها لكم. لا الحاجه اش كديري، كتبداي تقلبي على المشاريع اللي زوينه، انا نعطيكم النصائح اللي مهمين، تقلبي على المشاريع اللي زوينه. الا كنتي ساكنه في المغرب عايشه فيه، انا هاد النصائح اغلبيتهم الناس اللي متغربين، هاد النصائح فادو دابا اما ديال الاول كلكم. الا كنتي متغربه وعايشه
برات المغرب تنصحك حبيبتي ما تاخذيش وسط المدينه. علاش؟ وسط المدينه البنات كتلقاي عده مشاكل، منهم اول حاجه تقدري تطيحي مع جيران اللي ما غاديش يصبروا لك، كتقدري ما تطيحي مع جيران نكدين يشوفوك انت مثلا غير جايه عطله داكشي يقول لك علاش هادي تجي وتجيب حجاج حتى تبغى تجبدك تقلب لك على المشاكل. انا تنهضر معكم انا اصلا مغربيه، راه كنت عايشه في كازا، ماشي جايه كبرت هنايا ولا هذا، راه انا عايشه في المغرب وعارفه المشاكل اللي تيوقعوا. تقدري تلقاي راسك صداع لومبوتياج والهراج وداكشي. ايه زوين انني انا راه نحمق مثلا علاش ملي خديت قريب لكازا، لانني عزيزه هي كازا راه نحمق عليها وما نقدرش نبعد عليها. ملي تنفكر المغرب اوتوماتيكمون تتحط عليا كازا لانني هي فين كبرت وانا بنت كازا، يعني ما نقدرش نمشي شي بلاصه من غير كازا. نفوج اه ولكن ضروري خصني نبقى نشم ريحه كازا. قلت لكم الصداع والهراج و بزاف الحوايج اللي ما غاديش يعجبوك، غتشوفي من غتشوفي بزاف الحوايج اللي ما غاديش يعجبوك. انا كان عندنا تفكير باختيار شي قويه وسط المدينه، قلت لي باختيار راه انت ما عارفش ماشي ولد المغرب كابر فيه، انا اللي عارفه مدينتي وعارفه شنو كاين، من الاحسن قريب لكازا لانه وسط كازا. حتى واحد وقيت لعب لي على راسي يقول لك قويه لا كازا اللي عجباتني، قلت لي راه كازا راه حدا كازا راه واش نسيتي طماريس. عاد باش مني قنعته وفهم مزيان داكشي عاد اقتنع، لانه كيما انا ما يمكنش لي ناخذ بلاصه وما نقتنعش بها لانه حنا عائله خصنا نشوفوا حاجه اللي توالمنا كاملين. هذه نقطه. من جهه اخرى البنات اختاريت البنات اللي باغين يختاروا، الا كنتي عايشه وسط المغرب اكيد كيتحتم عليك انك تاخذي وسط المدينه. علاش؟ لانه انت راك عايشه في داك المدينه، خدمت قريبه ليك باش كديبلاصي، واخا يكون واخا تكوني موتوريزي وداكشي، ولكن كتكون اسهل لك اكثر من اللي احسن من اللي غتبعدي بزاف بيا طرونسبور وداكشي. وهذا هذه حاجه اخرى. انا تنهضر دابا على المتغربات، تنصحكم عجبك مدينتك ايه خرجي، ولكن سيري من داك الجوانب حدا البحر. علاش؟ كتستمتعي بداك الاجواء ديال البحر، الوليدات يكون قريب ليك، لا حدا داكشي بيسين حتى هو راه يكون حداك. وفي نفس الوقت ما تسكنيش حدا البحر لاصقه معاه، انك غتلقاي مشاكل ديال الميديتي، كتلقاي المشاكل ديال البرد الا جيتي في فصل الشتاء، بزاف د العوامل. حتى الدار حتى هي تلقايها ما بقاش الكاليتي ديالها زوينه ملي غتكون حدا البحر. هذه من جهه، فمن الاحسن بعدي. ثالثا البنات الا بغيتو تاخذوا في السكن، حاولوا انكم تعرفوا شنو حداكم، واش حداكم مرافق، تقدر تبغي تخرجي تسخري في الحانوت، راه هادو حوايج اللي مهمين البنات اللي متغربات. حيت كاينين عاوتاني بنات تنصحهم راه ما عايشينش، ما عمرهم ما كبروا في المغرب، ما عايشين على برا، فكيجيو كيتصدموا بالواقع. قلت لكم غتلقاو بلاصه، شوفي الحوانت، شوفي المشروع كيفاش داير، واش الناس عاجبهم الحال، شوفي المناطق اللي حداك. فبحال انا البلاصه اللي خديت فيها باذن الله تعالى شنو فيها، كلشي حدايا، كاين حدايا الزرب والبيتزا والجامع تبارك الله، كاين المدرسه، كاين هذا، كاين سميتو دروغري، كاين كلشي، كاع داكشي اللي طاح لك مصبانه مولا الصالون. من جهه اخرى سيري شدي الطريق ضربي دوره وسيري شدي الطريق طواله، غتلقاي البحر، غتلقاي جهه من هنا فيها البحر على جهه البيسين، يعني تبارك الله كلشي قريب. هذه جهه. حاجه اخرى البنات اللي كان اللي غنقول لكم عليها دابا، غندخل معكم شنو غادي يتطلب منكم. هذه دابا قلت لكم غير على لونتوراج. وحاجه اخرى الا كنتي كتحبي مدينتك ما تبعديش عليها بزاف، لانه غتندمي تقولي علاش بعدت. بحال انا البلاصه اللي قلت لكم عليها طماريس، راه طماريس قريب طماريس، والحمد لله انه البلاصه اللي خديت فيها قريبه ليا لوطوروت، يعني كتخرجني نيشان لوسط كازا فيما بغيت نمشي، يعني لوطوروت تقريبا بعيده عليا بواحد 10 دقائق من قراصي دخلت وسط لوطوروت، يعني هذه حاجه زوينه. هذه من جانب. من جانب اخر البنات على وديت شنو هما الاجراءات. اول حاجه قلت لكم تختاري المشروع اللي غادا تاخدي فيه، انا تنهضر لكم دابا على السكن الاقتصادي. تختاري المشروع اللي غادا تسكني فيه، كتقلبي مزيان، تتبحثي، تشوفي داكشي اللي غادي يعجبك. من بعد ملي تلقاي المشروع ولا شوفي مولين الدار تيكونوا قلبوا لك وداكشي وعندهم خبره، كتلقاي المكتب ديالهم. هذاك المكتب اللي كتلقايه كيقول لك اشنو بغيتي بالضبط، واش بغيتي سفليه ولا داكشي. انت من الاحسن شوفي كاع داكشي اللي غادي يعجبك وغادي تختاري اللي بغيتي. انا باش نقول لكم الاقامه اللي
الموبل اللي انا سكنت فيه راه كاين الفوق دوبليكس. شنو هما دوبليكس؟ تتلقاي دار فيها دوز ايطاج، يعني هنا عندك التحت والفوق كاين عندك. انا ما بغيتش داكشي. علاش؟ قصدا ما بغيتوش، لانه البنات عندي الوليدات هنا راكم عارفين عندي الدروج طالع لي داكشي في الراس، الدروج طلع ونزول. هي حاجه زوينه داروها للناس اللي هما باغيين ياخذوا السكن الاقتصادي، ولكن بالنسبه لي انا ما بغيتش، لانه عندي هنا الدروج. بقى نفكر الدراري انا بغا نجي عطله، الدراري بقاو ينتشروا حدايا وانا نشوف فيهم، ماشي واحد طالع لي فوق مثلا عارفوا اش يدير نبقى تابعاهم داكشي، يكون داكشي حدايا. بغيت شي حاجه بلا بحال هكايا، لانهم باقيين صغارين وباغا نرتاح، ما باغاش شي حاجه اللي ستريسينا. هو واحد نزل من الدروج طاح، هو لانه شويه لو ستيل ديالهم طالع بزاف، يعني شويه خطر. هذا اللي بغيت نقول لكم. حاجه اخرى البنات، قلت لكم فوق مني كاين دوبليكس، العماره فيها دوبليكس يعني السفلي تيكون عادي دوبليكس. فكما قلت لكم رجع لكم الهضره، تختاري ملي توصلي لذاك المشروع، اختاريتي المشروع اللي بغيتي، عزلتيه صافي، كتقولي لذاك السيد انا بغيت نشوف السفليات كيفاش دايرين، ولا بغيت نشوف الديور بروميير والدوزيام كيفاش داير، واللي موجهين تعطي المواصفات اللي بغيتيهم، هو تيبدا يعطيك اشنو كاين، شنو موجود وشنو اللي ما موجودش. ديك الساعه ملي تختاري تتعطي صافي وافقتي وكلشي، كتسبقي 10000 درهم. كل شركه شنو كتطلب؟ كاينه شركه تتقول لك بدون تسبيق، كاينه شركه تتقول لك سبقي 1000 درهم، كاينه شركه تقول هاد الشركه هادي كتسبقي 10000 درهم، يعني مليون. كتسبقي مليون تتعطيها، هادي ماشي كريدي، لا اي واحد غادي كريدي ولا غادي كاش كيسبق 10000 درهم تيحط لهم اطاب كاش بحال هكا. ملي كتسبقي داك 10000 درهم، ديك الساعه يقول لك الدار بعدا قبل، تيقول لك واش الدار بغيتيها كاش ولا غتشري كريدي. تتقولي لي انا بغيت نشريها كاش، كيقول لك تبارك الله الوراق قريت الوراق ديالك الكونطرا وداكشي. كنتي بغيتي تشريها كريدي، تيقول لك خصك تسولي البنكه، تشوفي مع البنكه ديالك غيقادو معاك المسائل ورجعي عندنا. هذا هو اللي كاين. صافي قلت لكم تتسبقي 10000 درهم، انا ما نقدرش ندخل معكم في الحيثيات ديال الكريدي لانني ما عنديش عليه معلومات، انا نهضر معكم على كاش. كتاخدي هذاك الشيء ديالك الوريقات والمسائل، ومن بعد كتسناو حتى كيجيكم اجابه من عند الشركه، يعني واحد المكتب اخر خاص بالدفعات اللي كتدفعي فيه الفلوس ديالك الباقي. من بعد مني كتمشي يعني داكشي واحد البروسيس كتاخد شويه الوقت، لانه كيكونوا ناس بزاف، كاين اللي غادي مع الكريدي، كاين اللي غادي مع هذا، كتاخد واحد شويه الوقت كل شركه. وكنقول لكم شنو، منين كتسناو داك البروسيس تدوز عاد باش داك المرحله كتمشي كتدفعي الفلوس ديالك كاش اللي خلصتيهم. هنا غتقولوا لي شحال خلصتي، كتكوني خلصتي كيحسبوا لك داك 10000 درهم، ما تمشيش ليه 10000 درهم زائد 24 ماشي 240000 درهم اللي هي 24 مليون، تتخلصيها في المكتب ديالهم، كيكون واحد المكتب واحد اخر عاد باش تما كتسني. وهاد لي زيتاب لي تنقول لكم عليهم، الا كان الاب ديالك ولا امك ولا اختك هو اللي تيقدر يدير لك هادشي، تديري ليه وكاله تيقدر يدير اي حاجه ما يخص هاد العقار اللي غتاخديه. من بعد قلت لكم البنات مني كي يدفع لك مثلا بحال انا الوالد ديالي دفع ليا الفلوس في هذا في الشركه، من بعد منين دفعهم تتبقاي تسناي حتى كيقول لك كيجيك واحد الاجابه حتى كتخلص عليك الدوله. ولكن نقول لكم واحد الحاجه باش ما تمشيوش مزرفين، ضروري باش ما تضيعوش وقتكم ولا تجيو على قبل هذا الشيء وتلقاو راسكم في حوايج اخرين، ضروري ما خصوش يكون عندك ملك في المغرب ديالك بسميتك. بحال دابا انا في اسم ديالي ما عندي حتى شي ملك في المغرب، فضروري من الاولويات ما خصوش يكون عندك ملك. هذه راه حاجه اللي من الاولويات، الا كان عندك ملك راه ما يمكنش لك تستافدي من السكن الاقتصادي، لانه نورمال ما كيديرش 25 مليون. الا جيتي تاخديه بلا مساعده ديال الدوله خصك تاخديه ب 29 مليون باش كيدير ابار على داكشي الاخر اللي غنجيكم عليه. مهم كتخلصي 25 مليون وكتسني تنتظري واحد البروسيس كتسني طويله فيها انتظار طويل باش يجاوبوك، يعني ما تخلعي ما داشي راه فلوسك في امان الله، كتسني حتى كيجاوبو عاد باش ديك الساعه تيجي القبول وكتخرج واحد الورقه مكتوب فيها الدعم اللي كتعطيه الدوله اللي هي 4 المليون. ملي كتعطى داك الدعم ديال الدوله عاد باش ديك الساعه كيقول لك كيعطوك السميه ديال النوتير اللي كيكون تابع ليهم، ما كتمشيش عند النوتير اللي انت بغيتيه، لا خاص تمشي عند النوتير اللي تابع ليهم. ملي كتمشي عند النوتير وتتهزي الوريقات ديالك، راه تيكون عندك واحد الدوسي بحال هكايا بحال بابا راه هز معاه الدوسي قد هكا
داكشي فيه الوراق بزاف صراحه. كيبغي الصبر بحال قلت لكم، راه الوالد الله يجازيه بخير مسكين هو اللي وقف معايا وقضى ليا كلشي كلشي من اشل زيد. عاد قلت لكم من بعد تيهز لك داك الدوسي وكيحطو عند النوتير. النوتير كيفاش كيمشي عنده بحال كانت المراه، شاف داكشي الوريقات داكشي كامل. من بعد شنو دارت؟ كطلب ليه 2 مليون ديال النوتير، وتنظن واحد 5000 درهم، 8000 درهم ولا واحد 5000 درهم، شي حاجه بحال هكايا ديال كونسييرج. هذا المبلغ هذا قولوا لي ديالاش، هذا عامين ديال الكونسييرج تيتخلص مفروض عليك، لانه هو باش كي ينظفو كيحضيو لك الدار ديالك، كيكون داك الشيء ديال مهم، هادشي ضروري خصو يتخلص، واجب عليك ملي كتاخدي سكن اقتصادي تيتفرض عليك النوتير 2 مليون ديالو، 2 مليون ونص، 2 مليون ونص تقريبا ديال النوتير، والباقي مهم قضية تطلع لك 3 المليون، هادشي ديال النوتير وهذا، تقريبا 2 مليون و8000 درهم، 3 المليون، مبقيتش عاقلة مزيان، مبغيتش نكذب عليكم. عاد باش من بعد كتخلص الواجب، كتقول لك هاك هاد الوراق كيمشيو، داك الوراق كيهزو عاوتاني كيإيكاليزيهم في المقاطعة باش كيتقيد داكشي كيتسجل، أنه كيتسجل وكتحفظ لك داك بالاسم ديال في الدار، متتبقاش باسم الشركة تتولي باسمك، كيقيدو لك داكشي الاسم آسيا طاطاطا، ها العنوان، ها شنو هادي شنو سميتو، كترجعو عاوتاني للنوتير تا كطبع فيهم وكتسيني فيهم، كتهز داك الدوسي ديالك عاوتاني وكتمشي لعند المكتب فين خلصتي، وكتعطيهم الوراق ديالك وكيقولو لك غادي تمشي، كيعطوك واحد البون تيقول لك صافي امورك تمام، سالات المهمه ديالك معانا، دابا غتهز داك البون ديالك وغتمشي للبلاصه فين كاين المشروع فين خديتي السكنه ديالك، غتلقى واحد السيكوريتي تما غتعطيه هاد الورقه هادي باش يعطيك الساروت ديال الدار. ولكن الساروت هاد المرحله ديال السير عنده ما كتكونش ديك الساعه، تتبقى تسنى حتى كيعيطوا لك، حتى كيعيطوا لك ويقول لك سير باش تاخذ الساروت. هذا هو اللي كاين. واحد النصيحه نقولها للناس اللي واخدين كريدي، هذه نصيحه من خشكم اللي ناويين غياخذوا كريدي ولا اللي يلا غياخذوا، هذه سمعتها من الناس اللي هما مقربين طرات لهم. ملي تبغوا تاخذوا داركم كريدي ما تشدوش الكريدي ديال النوتير، النوتير خلصوه راسكم. علاش؟ غتلقاو واحد المشكل، الشركه ماشي كتسرق لكم فلوسكم، لا، كيكون واحد الحسابات تيتخلطوا الحسابات مع ديال الحساب اللي تيخلصتي ديال الدار مع الحساب ديال النوتير، وكتولي معطله، يقدر داكشي ياخذ لك واحد المده طويله، يقدر يوصل حتى لعام. كاين الناس اللي كيندموا باش خداو، هذا هو المشكل ديالهم النوتير وداكشي ديال الكونسييرج. من الاحسن يا اما خذوا لي كريدي راسو قول لهم انا بغيت نخلصو كاش راسي، واما بحال كاخذوا لي كريدي راسو انه تحطوا لي وراقيه راسو باش ما يتخالطش لكم مع فلوس الدار، واما كان عندكم فلوس وكاش قول لهم انا بغيت نخلص النوتير وداكشي كاش. هذه نصيحه لكم تنقولها لكم، لانه كيوقعوا الناس بزاف مشكل بالنسبه لهذا الجانب هذا، وهذا هو اللي كاين. وموراها تكون عندك السويرت ديالك، من بعد ملي كتاخذي السوارت خاص ضروري كتمشي كتدفعي تتمشي كتدفعي لهذا بالوراق اللي عندك، المحافظه اللي تتكون محافظه ولا عرفتي يقولوا لها، المهم البلاصه اللي تابعه داكشي ديال الموضوع اللي داك وهذا، كتقول لهم راه بغيت نتسجل في الموضوع باش يبدا يجي بالاسم ديالي، لان راه شريت الدار ها الوراق وهذا. فبابا اللي دار داكشي انا ما شفتش بعينيا مزيان باش نقول لكم، كلشي الوراق عنده، كيمشي كيدفع داكشي داك المكتب اللي مختص بهادشي، صافي كيقولوا لي راه غادي يجيو في النهار فلان فلاني غيركبوا لك المكانه، عاوتاني كيمشي يخلص داك المكانه كتخلص الراس تقريبا دايره شي ما بين الموضوع تنظن شي 4000 درهم، تتخلص داكشي عاوتاني وكيجيو يركبوا لك داك المكانه ديال الماء، حتى هي كيريغليوها لك على حسب انها صافي كتولي امارش باش كيولي عندك الماء والضو. هادشي اللي كاين، ولكن انا سهلت عليكم هادشي، راه فيه تمار وفيه صداع الراس وفيه التوتر وفيه داكشي، يعني الانسان خصو يصبر، يعني خدا بغي ياخذ الملك ديالو يصبر. ودابا غنرجع معكم للمساعده اللي تتعطيها الدوله تتخلص عليك. كاينين الناس اللي قالوا لي اسيا كيفاش انتي عايشه في بريطانيا وفي نفس الوقت خديتي السكن الاقتصادي، واش الدوله هي كتخليك تساعد وحده، الدوله كتعاون باش كتاخذ، وكيفاش من حقك انتي عايشه في بريطانيا وخديتي الدار في السكن الاقتصادي، واش من حقك ولا لا؟ اكيد من حقي، راه ما يمكنش كلشي بالوراق، يعني انا ما دايره الوكاله لبابا الا وعاطيه يعني الاسباب علاش دايره لي الوكاله، دايرها لانني انا ما عايشاش في المغرب. الناس اللي كيسولوا على هذا الجانب ديال واش من حقي ولا لا، اكيد من حقي انا، راه سولنا على هذا الجانب انني عندي ملك في بريطانيا، واش يمكن ليا انني ناخذ ولا لا،
قال لي ممكن انك تاخذي، ما كاينش المشكل، عندك الحق تاخذي ما دام انك مواطنه مغربيه وعندك بطاقه وطنيه تثبت انك مواطنه مغربيه، فبحالك بحال الناس اللي عايشين وسط المغرب، عندك الحق تسافري. هذا هو اللي كاين. فهذا هو اللي كاين حبيباتي، يعني الناس اللي هما مغربين مغربيات عندكم بطاقه وطنيه، الا ما كانتش عندكم صيبوها، كنتو مغاربه صيبوا البطاقه الوطنيه، راه غتستافدوا من الدعم ديال الدوله. هذا واحد. بالنسبه للناس اللي تيقول لك واش هاد الدعم غيستافدوا منه غير الناس اللي وصل المغرب، راه كما قلت لكم خارج المغرب ولا داخل المغرب راه غتستافدوا من الاستقرار الاقتصادي، ما كاينش اللي غيمنعك بالزمن، اي واحد من حقك غتستافد. غير هو نرجع لكم واحد النقطه مهمه، الا كنتو باغي تاخذوا الدار وتسكني فيها مثلا شي حد، ما عندكش الحق لمده تنظن 5 سنين، خاصة تكون ديالك انت وحدك، وخصك تكوني مفروض عليك ساكنه فيها. الا كنتي وسط المغرب، اي هذه هو التسهيلات اللي غنقول لكم عليها للناس اللي عايشين برا. الا كنتي عايشه وسط المغرب ساكنه مقيمه في المغرب وشاريه داك الدار وغير ساداها، هنا غادي الدوله غتحرمك من هذه الاستفاده ديال 5 مليون ومع 4، ما عقلش مزيان شي تفكر قايله تنظن انها 5 مليون، 5 مليون تتحرمك منها وتتفرض عليك انك تخلصيها وكتزاد على شي غرامه. تنظن انا تنقول لكم تنظن باش ما نثبتش لكم داكشي 100%، لان ما ماكدش من هذه النقطه مزيان، ولكن 100% هذه الهضره اللي تنقول لكم راه هي اللي كاينه. ثانيا الا كنتي شريتي الدار وعطيتيها لاختك ساكنه فيها، ولا مشيتي كريتيها، ولا حصلتي بالاخص الا سكنتي فيها شي حد، هنا كتاخدي غرامه وتقدر توصل ما بين الغرامه وما بين داك الدعم اللي كانت عطاتو لك الدوله وخذلتي الثقه ديال الدوله فيك، تتخلصي 7 مليون تطرديها للدوله هكا كاش، لانك بحال تقولي غدر غدرتي وما خلصوا عليك ومشيتي انت كديري فيها التجاره داك الدار اللي شريتيها. ودابا غنرجع معكم الناس اللي عايشين في برا، الناس اللي هما مغربين وشارين الدار، غتقولوا لي كيفاش حنا شارين الدار وكيفاش حنا ما نقدروش نسكنوا فيها، شنو غيوقع لينا؟ هنا هاد الناس هادو تيجيبوا دي بروف انهم ما عايشينش في المغرب، يعني كتدلي بالوراق انك ما عايش في المغرب وكتقدر تستافد من الدعم كما قلت لكم، لانه الدوله دايره هاد القضيه كيشجعوا الناس اللي هما في الغربه باش ينفيستيو فلوسهم في المغرب بهذه الطريقه هذه. زياده حاجه اخرى، واخا انا عايشه برا وداري خاويه ما منحقش حتى شي حد، لا خويا ولا ولد عمي ولا نكريها، ما منحقيش 5 سنين خص تبقى دار خاويه. وانا كما قلت لكم انا غير كنعطيكم نصائح، الدار خديتها انه باش منين نجي نفوج فيها ونرتاح فيها ونلقى حويجاتي اليسترون، هذا هو اللي كاين. وبالنسبه باش نقول لكم واحد الحاجه، الا واحد اجنبي ماشي هو مغربي وبغى ياخذ من داك الاقامه ترشقات ليه، بغى ياخذ من داك العمارات اللي هما سكن اقتصادي 25 مليون ما غيشريهاش ب 25 مليون وما غيشريهاش ب 29 مليون داك الدعم ديال الدوله، غيشريها ب 36 مليون. تنرجع لكم لهذه النقطه هذه، فكروني فيها في الكومونتيرات ان شاء الله، وغادي نرجع لكم وندير لكم فيديو علاش تسولنا على هذه النقطه هذه باش نقول لكم شنو هو البلان. غياخذها ب 36 مليون باش يقدر ياخذها، الا كان شخص اجنبي مثلا فرنساوي ايطالياني امريكاني موزمبيقي واندونيسي باغي ياخذ دار وماشي مغربي وما عندوش كارطه ناسيونال مغربيه، كيتحتم عليه يشريها ب 36 مليون مغربيه. هذا هو اللي كاين حبيباتي. وانا كما قلت لكم الواحد راحت البالية كل شيء، وكنشجعكم انه كنقول كل واحدة بنت جالسه في الدار كتخسر فلوس تفتفها ولا راجلها كيعطيها فلوس ما كتسوقش وداكشي، راه الانسان العمر دغيا كيدوز، مزيان تانفيستي فلوسك في شي حاجه اللي تكون مفيده. كما تنقول لكم واش نعاود نقولها لكم، الواحد يريح راسو في البلاد اللي هو عايش فيها، واخا مغرب ماشي صافي مغرب نبدا نحرم راسي، لا راسي هذه بلادي راه هي اللي هزاني وولادي كيقراو تبارك الله فيها، وفين كنتعالجو فين ولدنا الدراري وشي فين شحال من حاجه، ما يكونش نكار الخير حتى هي الانفيستي فيها فلوسي ايه، ولكن بلادي اكيد ما نساهاش بلادي الانفيستي فيها فلوس، ولكن خصني باش ندخل باش نانفيستي فلوس، ماشي غنركم فلوس وندير مخده. انا راه هادشي تنصح بلاد، كاين شي وحدين كيعارضوني قولوا لي بغيتو داك اللي كيعارضوني، هادي راه هي الهضره اللي كاينه واللوجيك، الناس اللي هما فاهميني راه فهموني. من انفيستي فلوسي بحال نشد فلوسي 60 مليون مثلا ولا 40 مليون ولا 80 مليون حاطها في المغرب وهنا دايرها، قاشني الزمان كاريه قاهره راسي من جهه الماكله، مكحطاها على راسي وولادي مساكن عايشين معايا الفقر اللي هو ماشي محتوم عليهم، ما يكونوا عايشين الفقر يكونوا عايشين باخر داكشي، لو انفيستي داك الفلوس انا درت بهم مشروع قدروا يدخلوا لي فلوس لا يديروا لي حوايج اخرين، فهمتوا؟
غنتكا وليدي مساك القاهره مره تدي تنوض الدراري عيشي اللحظه ديالك وفي نفس الوقت ديري شي حوايج يعني شتي لي كيليبر ماشي تزمطي راسك وتلوحي فلوسك وتخلي راسك هنا راه في الاخر واش عرفتي اش عرفك راسك كتعيشي لهذا الانسان يدير حاجه يكون يراه زوني يجلس مع راسو اطال نهزو السي الورقه اغلبيه الناس ما تهزوش السي الورقه السي الورقه عرفتي ما تجوب فين ما ندور بغيت نقول لكم هذا باختي كيقول ها العار لما بعدي مني ها العار لما عرفني بتيسا ها العار ما بقاش بغيت نجوب ديك السي الورقه ديالك فين ما غادا السي الورقه ديالي نتوما سالي الكتاب ديالي دابا درت الاريل سالي لي داك المذكره اختي شري وحده اخرى كلموش على السي الورقه بحال بابا فين الحسابات وفين التخطيطات قال لي قهرتيني الله يحبك فين ما جلستي معايا بعدي مني ما بقيتش باغي نشوف السي الورقه كنشوفهم في الخدمه كنهرب منهم ايوا هذا هو اللي كاين حبيباتي نتمنى لكم الخير كاملين وانا جاوبتكم على جميع الاسئله ديالكم وما تنساوش تدخلوا عند خويا عيسى راه غادي يعجبكم الحال وما غاديش تندموا راه تبارك الله متمكن وعنده شواهد تبارك الله وقاري مزيان وشبعان قراي في هادشي ديال الدين وعنده ما يقول وقلت لكم حافظ التنحيز يعني غتدخلوا وليداتكم وغيتصاحب مع ولادكم ماشي غير غيقراو وغيتصاحب معاهم المهم حبيباتي بوسه لكم كاملين نتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم معلومات كامله ديال خويا في صندوق الوصف المعلومات كامله ديال خويا في صندوق الوصف الا خصكم شي معلومه ولا بغيتو تعرفوا شي حاجه تواصلوا معايا هنايا في الكومونتيرات ونجاوبكم على اي تساؤل يا اما في الفيديو يا اما في الكومونتير بوسه لكم كاملين السلام عليكم